أهلا بيكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة صباحا حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، وبالليل الجو هيكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء وشمال الصعيد. وتفاصيل أكتر عن حالة الطقس بتنضم لنا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيبة. يمكن كلنا بنتساءل أخبار الطقس إيه النهاردة وبكرة كمان، لأن بكرة شم النسيم والمصريين كلهم بيستعدوا للخروج، فطمنينا أحوال الطقس إيه؟ طبعا كل سنة وانتم طيبين وجميع المصريين بخير يا رب. احنا طبعا في استمرار لارتفاع درجات الحرارة اليوم، ويمكن كمان على مدار هذا الأسبوع استمرار لارتفاع درجات الحرارة، لأن احنا بنتأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية ما بين صحراء شبه الجزيرة العربية وأيضا بعض المناطق من الصحراء الغربية. فكتل دي مرتفعة في درجات حرارتها، امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع خلال فترة النهار تكون 31 درجة مئوية، فأجواء الأجواء خلال فترة النهار هتكون أجواء حارة على أغلب المحافظات الموجودة في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال وجنوب الصعيد وأيضا جنوب سيناء. أجواء مائلة للحرارة المائلة للدفء على السواحل الشمالية، ودي المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ده هيكون خلال فترات النهار. خلال فترات الليل أول ما أشعة الشمس بتغيب بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. بالفعل الأجواء بتكون أجواء باردة إلى مائلة للبرودة في أغلب المحافظات، خاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، الصغرى فترة الليل ما بين 16 و 17 درجة مئوية، رغم إن فيها تحسن عن الأيام الماضية لكن صحيح. لسه بنحس بالبرودة خلال فترة الليل صحيح. كمان اليوم تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، خاصة الطرق الزراعية الموجودة في غرب جمهورية مصر العربية. فمهم جدا فترة الصباح الباكر الشمس تساعد الكثير، وإن شاء الله الشبورة أغلب الطرق. زي ما بنقول متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع، ذروة الارتفاعات إن شاء الله متوقع تكون يوم الثلاثاء القادم، والعظمى على القاهرة الكبرى هتوصل ل 32-33 درجة مئوية في فترة النهار، ومع يوم الأربع تبدأ تنخفض انخفاض تدريجي، لكن هو مش هيكون انخفاض كبير زي الأيام اللي قبل كده، لا هو انخفاض طفيف تعود للمعدلات والأجواء الربيعية المائلة للحرارة فترة النهار. فإحنا مهم جدا ناخد بالنا، إحنا نقدر طبعا نخفف الملابس خلال فترات النهار مش هيكون في مشكلة، لكن لو هنخرج فترات الليل وخاصة لو معانا أطفال لازم نصطحب معانا جاكيت، لأن لسه هنحس بالبرودة فترات الليل. مهم كمان إن احنا نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة من الساعة 12 الظهر للساعة 3 العصر، الوقت ده بنسجل فيه أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، فمهم جدا بقدر الإمكان نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. احنا لسه في فترة الربيع ونص الاول من الربيع اللي فيه تقلبات جوية حادة وسريعة، وارد يحصل مرة اخرى تقلبات جوية، فمهم يوميا لازم نتابع النشرة الجوية. تمام، طب طمنينا على الطقس ان شاء الله في فترة عيد الفطر، يعني الناس دلوقتي بدأت تشتري لبس العيد، محتارين مش عارفين يجيبوا لبس صيفي ولا دمي سيزون خريفي ولا ربيعي، ولا يعني المتوقع في فترة العيد اللي هي ان شاء الله تبدأ من يوم الجمعة هيكون الطقس اخباره ايه؟ هو احنا طبعا اعتبارا من يوم الاربعاء هنبدا نتاثر بكتل هوائيه شماليه، فهيكون في انخفاض طفيف في درجات الحراره، فهيكون متوسط درجات الحراره على الاقل في اول وثاني ايام عيد الفطر المبارك ما بين 28 و27 درجه مئويه خلال فتره النهار، فالاجواء فتره النهار هتكون اجواء مائله للحراره، فمش هيكون في مشكله في تخفيف الملابس، لكن هي فترات الليل اللي لسه المشكله فيها بالليل بالظبط، فاحنا نقدر نقول ان هي تبقى ملابس خريفيه، يعني نخفف الملابس تبقى قطعتين اتنين ملابس بكم، وفترات الليل يكون معانا جاكيت خفيف لو احنا هنخرج فترات الليل، لان احنا بناكد ان فترات الليل مع ازدياد الملابس الصيفيه دلوقتي لا ممكن نصاب بنزلات البرد، لان الصغرى فتره الليل هتعود مره ثانيه 15 و16 درجه مئويه مع اول وثاني ايام عيد الفطر المبارك، فلازم ناخد
بالنا من نوعيه الملابس. وده بينطبق على الاطفال برضو يا دكتور منار، يعني هو اهم حاجه الاطفال. هو اهم حاجه الاطفال. بالفعل هو الاطفال لو احنا هنخرج ومعانا اطفال لازم نصاحب لهم جاكيت بالليل، لان بيكون هيكون في انخفاض في درجات الحراره فتره الليل، اجواء بارده لسه فترات الليل ايام عيد الفطر المبارك ان شاء الله. فمهم ناخد بالنا، خلينا بلاش ملابس صيفيه اللي هي بنص كم، خلينا ملابس بكم خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل. طيب ايه المناطق اللي هيكون فيها شبوره صباحيه النهارده؟ هو النهارده طبعا في شبوره مائيه في اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي كثيفه بشكل كبير في الطرق المؤديه من والى محافظات السواحل الشماليه للبلاد ومحافظات الوجه البحري، وخاصه الطرق المؤديه من والى محافظه الاسكندريه في شبوره مائيه كثيفه على الطرق دي ومؤديه لانخفاض كبير في الرؤيه الافقيه، لكن ان شاء الله في عهد كثير وهتبدا الرؤيه تتحسن على الطرق اغلب الطرق الزراعيه باذن الله. ان شاء الله. بنشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. في القاهرة العظمى 31 والصغرى 17 والعاصمة الإدارية أيضا 31-17، الإسكندرية 26-16 والعلمين الجديدة 26-15، في مطروح العظمى هتكون 25 والصغرى 14 ودمياط 24-15، بورسعيد 24-15 والإسماعيلية 31-16، في السويس العظمى 31 والصغرى 16 والعريش 24-14، كاترين 25-10، طوبة 28-15، حلايب 28-22، وشلاتين 30-20، شرم الشيخ 31-21، والغردقة 32-20. في الفيوم العظمى 32 والصغرى 15، وفي بني سويف 32-15 أيضا. الوادي الجديد 35-16 وأسيوط 33-16. سوهاج 34-17 وإنا 35-18، في الأقصر 36-20، أما في أسوان فالعظمى 36 والصغرى 21. وبكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. دلوقتي هنرجع تاني لبسنت وأحمد عبد الصمد واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر، وطبعا هيقولوا لنا أهم الأحداث اللي بتحصل وحصلت امبارح. مظبوط؟ لا لسه بقى اللي جاي النهارده. اللي جاي النهارده. عودة ليكم. شكرا ليك يا هلا.